مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. من مواقعنا المحلية، راية جديدة تعود للظهور في عدن بعد غياب 5 عقود. صحيفة بريطانية طهران وحلفاؤها عازمون على تخريب الشركات السعودية. وفي أخبارنا المنوعة، أمريكي يفجر منزله في يوم زفاف ابنته. راية جديدة مختلفة تماما عن الأعلام التي يرفعها أنصار الحراك الجنوبي بدأت تظهر في مدينة عدن. هذه الراية الجديدة تؤكد أن أبناء عدن شعروا بالظلم من قبل الميليشيا التي صادرت حقوقهم. ووفقا لعدن الغد، هل عادت الثورة الجنوبية إلى نقطة البداية؟ ويقول الموقع أن العشرات من الناشطين والأهالي في عدن احتشدوا في ساحة الشهيد أحمد الدرويش في مدينة خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، تنفيذا لوقفة احتجاجية للتنديد بالمداهمات والاعتقالات التي تقوم بها قوات أمنية وتستهدف قيادات في المقاومة. وخلال الوقفة الاحتجاجية طوقت قوات أمنية الساحة ومنعت دخول المواطنين إليها، فيما قامت مدرعات تابعة للأمن بالدخول للساحة. وفي منطقة أخرى داخل عدن أيضا، شخصيات اجتماعية تعقد لقاء موسع وأعلنت في هذا اللقاء رفضها لأعمال المداهمات. وفي منطقة ثالثة تطرق عدن الغد إلى اجتماع في العاصمة المؤقتة يناقش مشروع ميثاق شرف أبناء عدن. بدأ أمجد عبد السلام غير متحمس للحديث مع موقع قناة بلقيس عن مشاعره حول العام الدراسي الجديد، رغم أنه العام الأخير لنيل الشهادة الثانوية، فعبره سيحدد مستقبله الجامعي بل وحياته كلها مع بداية العام الدراسي 2019-2020. يعيش الطلاب اليمنيون في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون حالة من الإحباط. انعكس ذلك على أولياء الأمور الذين يخافون من مستقبل مجهول ينتظر أبنائهم. منذ أغسطس في العام 2016 انقطعت رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين والشرعية باستثناء مدينة مارب. مثل ذلك ضربة قاسمة هوت على التعليم بشكل عام، ما تسبب بحالة من الفوضى في المدارس الحكومية، ترتب عليه توقف عدد كبير من المعلمين عن التدريس. في المقابل عمل الحوثيون على فرض نظام تعليمي موازن هش وضعيف، لا يتلقى الطالب فيه إلا ما نسبته 20% من المواد الأساسية أو أقل نظير مبلغ مالي يدفع شهريا. خلال الخمس السنوات الأخيرة والشاقة من عمر الحرب، تفاقمت نسبة الغياب بين الطلاب في المرحلة الأساسية والثانوية بشكل رئيس. تسرب خلالها الطلاب كثر نحو أعمال خاصة أو نحو معسكرات التجنيد. يقول أمجد في حديثه لموقع قناة بلقيس: غالبية زملائنا الطلاب أسماءهم بالكشوفات فقط، ينتظرون نهاية العام ويحضرون أيام الامتحانات، ونجاحهم مضمون بسبب ظاهرة الغش المتفشية بشكل متعمد. عمر سعيد يخشى على مستقبل أطفاله ويضيف في حديثه للموقع: خيارات التعليم صعبة للغاية، فالتعليم الحكومي يكاد ينعدم كليا، والمدارس الخاصة مكلفة ماديا بشكل لا يمكن أن يتناسب مع الدخل المتواضع. اليمن، الحوثيون من الانقلاب إلى التمكين. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها في صحيفة العربي الجديد مضيفة في أجزاء منه. أكدت مسارات 5 سنين من الانقلاب بما في ذلك سنوات الحرب أن السعودية قائدة التدخل العسكري في اليمن لم تهدف إلى تحجيم جماعة الحوثي أو إزالتها من الخريطة السياسية في اليمن، وإنما إبقاء الجماعة خطراً وشيكاً على حدودها وعلى اليمنيين بشكل يمنحها ذلك غطاءً إقليمياً ودولياً للوصاية على اليمن، إذ حول الصراع مع جماعة الحوثي إلى صراع ثانوي في هذه المرحلة والتي قد تطول، وذلك قبل حسم السلطة في جنوب اليمن، وهو ما يمنح جماعة الحوثي وقتاً طويلاً لتثبيت قبضتها في مناطقها أو التوسع إلى مناطق أخرى على حساب مواقع السلطة الشرعية. قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لا ترى في جماعة الحوثي تهديداً لها، لأن معاركه تنحصر في شمال اليمن، وهي قضية شمالية بحسب أجندته. كما أن سيطرة المجلس الانتقالي تعني بالنسبة لجماعة الحوثي تكريس قوة ميليشياوية،
ذات نزعة انعزالية مثله تماماً، إضافة إلى انسجام توجهات المجلس الانتقالي المستقبلية مع الخط السياسي الجديد في اليمن الذي أحدثه التقارب الإماراتي الإيراني أخيراً، أي تثبيت سيطرة جماعة الحوثي في شمال اليمن في مقابل تكريس سلطة المجلس الانتقالي في الجنوب. في النهاية أثبتت مسارات الحرب في اليمن أن الوكيل السعودي الإماراتي في الإقليم لا يكرس أجندته من دون ضوء أخضر من رعيه الدولي ومن ورائه المجتمع الدولي، وتمثل الحالة اليمنية نموذجاً على ذلك. فقد أدى انكشاف الموقف السعودي الإماراتي في صراع السلطة في جنوب اليمن إلى تبني الإدارة الأمريكية موقفاً مغايراً من الأزمة اليمنية. يبدو أن المتغيرات في صعيد التحالفات المحلية والإقليمية في معسكرات الحرب في اليمن بما في ذلك اتضاح أجندات القوى الإقليمية في اليمن دفعت إيران إلى تبني سلطة جماعة الحوثي رسمياً بهدف استثمار ورقة حليفها المحلي في ملفات إقليمية أخرى أكثر أهمية من الساحة اليمنية. بات آلاف النازحين من المناطق الحدودية بلا مأوى كما يقول الموقع بوست بعد أن اجتاحت سيول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية مخيماتهم في مديرية عبس بحجة منتصف الأسبوع الماضي، وتسببت في تشريد معظم ساكنيها من أطفال ونساء في العراء. السيول والفيضانات التي سببتها الأمطار دمرت عشرات الخيام والأكواخ المبنية من القش في تلك المخيمات العشوائية والتي يقطن فيها أكثر من نصف مليون نازح. هادي شكري أحد النازحين المتضررين في مخيم الخديش جنوب مديرية عبس قال للموقع بوست أن السيول اجتاحت مخيم الإيواء الذي يأوي عشرات العائلات النازحة من مديرية حرض ومناطق أخرى وجرفت عشرات الخيام مع محتوياتها، وأكد أن عشرات الأسر النازحة في المخيم اضطرت للخروج إلى العراء بسبب تلف خيامهم وأغراضها نتيجة السيول والرياح القوية المصاحبة للعاصفة المطرية الأخيرة، داعيا المنظمات الإنسانية للتدخل الفوري لمساعدة الأسر المنكوبة. الناشط مهدي عباس قال أن الأمطار التي هطلت منتصف الأسبوع الماضي هي الأكثر غزارة منذ سنوات وتسببت في اقتلاع عشرات الخيام وإتلاف قوت النازحين، والأسر المتضررة باتت بحاجة ماسة إلى مساعدات إيوائية عاجلة لإنقاذها. مراسل الشؤون الدبلوماسية والدفاعية في البي بي سي جونتان ماركوس يكتب تقرير عن ما يحدث في الخليج، وعنوان تقريره: الطائرات بلا طيار تصب الزيت على الخليج المشتعل. ويرى التقرير أن الهجوم على أرامكو أظهر بشكل جلي الضعف الفاضح للمنشآت النفطية التي تعد حيوية ومركزية بالنسبة للاقتصاد العالمي. نظرا للجو المتكهرب أصلا في الخليج، أدى الهجوم الأخير إلى تصعيد التوترات المفتعلة في المنطقة عموما، ولكن بشكل متوازن كشف الهجوم عن قصور إدارة ترامب الهادفة إلى تسليط أقصى الضغوط الممكنة على طهران. يتساءل التقرير: هل كانت طائرات مسيرة هي التي استخدمت فعلا أم أن الهجمات نتيجة ضربات صاروخية؟ إذ كانت نتيجة ضربات صاروخية، لماذا لم تتصدى لها أنظمة الدفاع الجوي السعودية؟ هل شنت هذه الهجمات من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أم من العراق أم من إيران؟ من الممكن أن يكون الهجوم الأخير قد نفذ باستخدام صاروخ من طراز كروز ربما أطلق من العراق أو إيران، ولكن تأكيد هذه الأسئلة يتطلب الحصول على معلومات استخباراتية موثوقة. ويرى التقرير أن إيران وحلفائها الحوثيون يخوضون حربا كلاسيكية للضعيف ضد القوي، حرب هجينة كما تصفها كتب العلوم الاستراتيجية، إنها حرب تستقل كثيرا من التكتيكات الروسية كاستخدام النفي والوكلاء والحروب الإلكترونية والإعلامية. لم يكن الحديث على مدى العقدين الماضيين أن إيران تعمل على مشروع السيطرة على المنطقة وتهدد سيادة كل دولة فيها، مبالغات ظهرت من وحي الأزمات المتكرر معها. تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن الراشد مقاله المنشور في الشرق الأوسط. القصة بدأت من السنوات اللاحقة للثورة الإيرانية. النظام مستفيدا من الأزمات المفتعلة بنى إمبراطورية ميليشيات مسلحة هي اليوم الأكبر في العالم من نوعها، استثمر فيها كل مقدراته. السيناريو نفسه يتكرر في لبنان وسوريا واليمن، دولة مركزية ضعيفة أو فاشلة وميليشيات تتحكم في قراراتها السيادية لصالح طهران. والهجوم الضخم الذي استهدف المنشآت النفطية ليس موجهاً للسعودية وحدها، بل موجه للمنطقة كلها والعالم، بأن عليه أن يقبل بهيمنة إيران وقرارها وأن يستعد لمرحلة جديدة من الهيمنة الإيرانية على المنطقة.
اليوم القصة جلية والصورة متكاملة. إيران تدير فعلياً صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت، وتعمل للهيمنة على الخليج وبقية المنطقة. والخيارات لمواجهة طهران قليلة، لأنها لا تعمل مباشرة وتصدر بيانات نفي كاذبة، وتحمل المسؤولية تنظيماتها التابعة لها مثل الحوثي في اليمن أو عصائب الحق في العراق أو حزب الله في لبنان. لكن لم يعد الأمر يحتاج إلى الكثير لإقناع دول المنطقة بحقيقة أن الهجوم على بقيق مدبر في طهران، ومعركة واحدة من المعارك التي ستسعى إلى افتعالها. هل الهجوم على بقيق نتيجة خنق أمريكا لإيران؟ ليس صحيحاً أنه نتيجة الحصار الاقتصادي عليها، بل العكس. المشروع الإيراني يهدف للهيمنة الإقليمية وتهديد دول المنطقة وظهور الميليشيات المسلحة المتمردة على السلطة المركزية في بلدانها مثل الحوثي وعصائب الحق وحزب الله بفرعيه في العراق ولبنان. هو سابق للالتفاف والعقوبات بسنوات، وليس العكس. الخلاصة أن إيران دولة شريرة ذات مشروع واسع، ويشبه تفكيرها وطموحاتها عقل تنظيمي القاعدة وداعش. خطرها يعم على الجميع، ومن دون أن تكون هناك جبهة موحدة عازمة على مواجهتها، فإنها ستتمدد. وتناولت افتتاحية صحيفة التايمز أيضاً الهجوم على منشآت نفطية في السعودية، وجاء عنوان الافتتاحية: طهران وحلفاؤها عازمون على تخريب الشركات السعودية. وتقول التايمز أنه عندما تتعرض أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في السعودية لهجوم، فإن لذلك التأثير يتردد في العالم بأسره. فالهجوم سواء شنه الحوثيون أو داعموهم في طهران، على حد قول الصحيفة، لم يعد مجرد مناوشات في صراع قائم منذ زمن طويل بين قوتين متنافستين في المنطقة. وتقول التايمز وفق ترجمة البي بي سي أن الهجوم محاولة متعمدة من النظام في طهران لرفع حدة التوتر في المنطقة ولإبراز نقاط الضعف في السعودية ومؤسساتها النفطية. كما أن طهران تتعمد عن طريقها لإيقاع الإدارة الأمريكية في الخطأ. وترى الصحيفة أنه إذا تم التعامل بتهور وتعجل مع هذه الأزمة، فإنها قد تؤثر سلبا بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، أو قد تؤدي إلى حرب أوسع. وتقول الصحيفة أنه من المنطقي أن نعتقد أن إيران نصبت فخا للسعودية، فالمستقبل السياسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتمد بصورة كبيرة على نجاح عملية المرتقبة لتعويم شركة النفط السعودية المملوكة للدولة أرامكو. وتضيف الصحيفة أن الهدف من الهجوم على منشأتين نفط تابعتين لأرامكو قد يكون الهدف من ورائه هو تخريب هذه العملية أو تعطيلها. وتقول الصحيفة أنه من شبه المؤكد أن عملية التعويم سيتم إرجاؤها عدة أشهر حتى يتم إصلاح الخسائر التي تسبب فيها الهجوم. الناتو قلق للغاية بشأن تصعيد الهجمات على المملكة العربية السعودية، هذا ما قالته الصحيفة الفرنسية ليفيغارو، حيث نقلت عن رئيس حلف الشمال الأطلسي قوله خلال مقابلة مع فرانس بريس أنه قلق للغاية من خطر التصعيد بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، متهما طهران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله. كان حديث ينس ستولبورغ هو الأول منذ الهجوم الذي أدى إلى نشوب حرائق في منشآت شركة النفط العملاقة أرامكو، أسفر عن خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف، مما أثر على المعروض من الخام العالمي. واشنطن والرياض وفقا للصحيفة التي ترجمت المادة لصالح قناة بلقيس تتهمان إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم والذي تبناه متمردو الحوثي، لكن الولايات المتحدة قالت أنه ليس لديها دليل على أن الهجوم جاء من اليمن. دونالد ترامب قال أن الولايات المتحدة مستعدة للرد، بينما زعمت وسائل الإعلام مثل CNN وول ستريت جورنال أن الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز يمكن أنها قدمت من الشمال في العراق أو إيران وليس من الجنوب أي من اليمن. وتؤكد الصحف الأمريكية بأن المسؤولين الأمريكيين والسعوديون يحققون حاليا في الشكوك، بينما نفت العراق موطن العديد من الميليشيات المولية لطهران والمسلحة من قبل المدربين الإيرانيين أي استخدام لأراضيه في الهجوم. مايك بيمبيو أبلغ عن معلومات جمعتها الولايات المتحدة تؤكد أن الأراضي العراقية لم تستخدم في هذا الهجوم، كما لم تعلق واشنطن على هذه المزاعم في وسائل الإعلام. وقد دعت بغداد منذ أشهر إلى تجنيب أراضيها ملامح الصراع بين واشنطن وطهران. بعد نحو 5 سنوات من تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، تبددت رمزية السلطة الشرعية التي جاء التحالف لدعمها، فيما تعاظمت بشكل لافت قوة الميليشيات
بالانقلابين الحوثيين في الشمال والمجلس الانتقالي المطالب بانفصال الجنوب. هذا مقتطف مما كتبه علي سالم المعبقي في موقع درج. كما كانت صنعاء محطة انطلاق الحوثيين في مطاردتهم الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي المعترف به دوليا، الذي أفلت من قبضتهم في شباط فبراير 2015 واتجه إلى عدن متخذا منها عاصمة مؤقتة. كذلك مثلت عدن منطلق المطاردة الثانية الذي استهدف السلطة الرئيس هادي نفسه ببطل جديد، هذه المرة هو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي صار قوة ضريبة بفضل تشكيلات عسكرية قوامها نحو 60,000 جندي أسستها ومولتها الإمارات خارج إطار المؤسسات اليمنية الرسمية. فالحرب التي تسببت بمقتل عشرات آلاف المدنيين وتجويع 80% من السكان وفق أحدث التصريحات الأممية كانت حرب إزاحة أكثر من كونها حربا بين طرف شرعي وآخر انقلابي. وفق دراسة للمؤسسة الدولية الديمقراطية والانتخابات كانت العملية الانتقالية في اليمن مثالية ولم تكن لتفضي إلى حرب أهلية لو لم تعمل النخب اليمنية الفاسدة والقوى الدولية والأمم المتحدة على تلغيمها. فخلافا للضغوط الدولية والإقليمية الكبيرة التي أفضت إلى توقيع المبادرة الخليجية، عمد رعاة المبادرة إلى وضع العراقيل ومنها تأخير المانحين في دفع أكثر من 8 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي تعهد به مؤتمر أصدقاء اليمن، كما جاء في الدراسة التي رصدت مؤشرات عدة حول وجود رغبة مبطنة لتحويل نتائج الحوار الوطني إلى حرب. ومن ذلك ترويج كثير من السياسيين الدوليين خلال الفترة 2012-2014 ومنهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لفرضية وقوع اليمن في شرك حرب أهلية. يشبه أحد أهالي عدن الحرب في بلاده بفيلم هوليودي يستعير مشاهد من أفلام متنوعة، ما يجعل قصة الفيلم عصية على فهم المشاهد غير المطلع على محتوى بقية الأفلام التي اقتبسوا منها الفيلم. يتسق تشبيه المواطن مع منطق الأحداث المتتالية منذ الأزمة السياسية التي أفرزتها احتجاجات 2011 المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح. يعتقد الكثيرون أن الهندوس وهم يشكلون ثالث أكبر ديانة في العالم من ناحية عدد معتنقيها بعد الإسلام والمسيحية، يعتقد أنهم يعبدون الأوثان والبقر وأصبحت هذه كأنها حقائق، ولكن هل هذا صحيح؟ موقع CNN نشر معلومات دقيقة عن هذا الدين وعبادة الأبقار وتساءل، هل يعبد الهندوس 330 إلها؟ خمس خرافات عن الهندوس وآلهتهم، لأن القول أن الهندوس 330 إله أو ربا ليس دقيقا، والحقيقة أن لهم إلها واحد لا يمكنه معرفته أو فهمه بشكل مطلق. هل فعلا يعبدون الأوثان والأبقار؟ هذا أيضا ليس حقيقي، فالهندوس يعبدون كل ما يذكرهم بالآلهة ولا يصلون للبقرة، بل يعتبرون كل ما فيه روحا مقدس ويحيطونه بالتقدير. نسمع عن آباء يرفضون تزويج بناتهم لأنهم لا يريدون لهن مغادرة المنزل ولأنهم متعلقون ببقاء كل أفراد الأسرة وقد ينفجرون بالبكاء في حال تم الزفاف، لكن ما لم نكن نتوقعه حدث في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أقدم أب على إحراق المنزل يوم زفاف ابنته وقد جاء الخبر في الشرق الأوسط. أمريكي يفجر منزله في يوم زفاف ابنته، وقالت الشرطة الأمريكية أن مالك منزل في ولاية بنسلفانيا فجر منزله يوم زفاف ابنته، وذلك بعدما عثرت على جثته تحت الأنقاض في وقت متأخر من مساء السبت الماضي. تقول السلطات أن الرجل شوهد وهو يقف أمام منزله قبل وقت قصير من الانفجار واندلاع النيران وأنها التهمت المنزل بالكامل، وأعلنت السلطات أن وفاة الرجل هي حادث انتحار. وقال الرئيس الشرطة روبرت باين أن المسؤولين ما زالوا يحققون في سبب الانفجار، لكن يبدو أن الرجل فصل خط الغاز في الطابق السفلي وهذا كفيل لإحداث الانفجار. ويقول مسؤولون أن معظم أفراد الأسرة كانوا خارج المنزل في ذلك الوقت لحضور حفل الزفاف. صور لأماكن خلابة من الطبيعة الساحرة التي يزخر بها العالم نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. We'll be right back.
لكل إنسان الحق في التعبير وقول وجهة نظره، هناك من يعبر بالكلمات والصور، وهناك من يستخدم الفن لنقل ما يعتقد، ومن بين هذه الفنون الكاريكاتير الذي أصبح أسلوب لقول الكثير. مجموعة من رسوم الكاريكاتير في الجولة الأخيرة لحلقة اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم في الغد في حلقة جديدة، في أمان الله.